مين؟ حسن؟ لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما اموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب. ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كيه. انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر، زي ابوك الله يرحمه. فاكر دي شجرة ابوي الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيها، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتحة على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. الفتحة. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا ابواب الجفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق يا مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركه. البركه هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، انا كنت ادخل البيت اشوف طاقه نور منوره البيت كله. صح، ما يقعد على المداود غير شر البقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اقعد يا اخوي، مد يدك. الواكل محطوط في البيت عشان اخوي. انا ما ماليش عينك ولا ايه يا ولد؟ اخوك هياكل اهو، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه اللي قبليه. اخوك حيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك على تنييجوا يسلموا عليه ويستباركوا بيه. انا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، انا جيت بس علشان. جيت لوحدة ولا ورثك اللي جلست لك؟ ها؟ قول لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزة في اي وقت يا ولد ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله يا أخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده؟ ده يموت ولا القرش يطلع من كمه. هو في كرب أكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. حاشم، عايزك تبني لك بيت جاري هنا. وايه فايدة الحيطان اللي هنبنيها؟ كتر خيرك يا عمي. لا، ما انت ما هتهمنيش تاني. انا ما صدقت لقيتك. خلي البركة تحل ولا مستخسرها في عمك يا ولد. حسن، ما حدش هيغسلني ولا يقرا على قبري غيرك. حسن، ليه تحملني الأمانة الواعرة دي؟ وبعدين ما حدش فينا هيعرف مين هيسبق التاني. عادي ربنا يطول في عمري لحد ما اشوفك مرتاح زي زمان يا ولدي. الدنيا ما ضاقتش يا حسن، ورب عشية يا رب بكرة.
اتجوز يا حسن، اتجوز، خلينا نفرح بعيالك وسطينا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. آمين. ربنا يصبرك ويعوضك ويهون عليك. انت طول عمرك مع ربنا، والمؤمن من صاب يا حسن. ايوه المؤمن متصاب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة.
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وحياة والدك. أديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار. الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. انت اللي جاي من ورا وخبطتني، وحياة امك ما يسيبك الا تسمع. والله لو اوريك بجد الكعب الاسم اللي انت مش تطلع منه اساسا. حاسب يا ابني الاسم ده اساسا انت مش تطلع منه. يا ايه يا عمنا، انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنازين، شوف الافتراء بتاع البنازين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى واروح ارفع عليه قضيه، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه، خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعال امضي هنا. يلا معلش يا باشمهندس، كتر الف خير، يا ولاد ما كنتش طولت ولا ربع جنيه، دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو مده منوره. ماشي. بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري. ما صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهنش. عين يا عين يا عين
عيني عيني ويا ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقول ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. قاعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسيره يكن. علي نعمة الناس دي تجنن، الراجل ده لو وصله حد هناك مش هيبقى معايا في الاسم وفي الآخر يقتل عشان كام؟ ده كاتبين اللي معاه 5000 جنيه و وشوية فكة. لا ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض، تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقولك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسم شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ، انت مشوفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكل له محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو، ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين،
هل كان دافعك لقتل مدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد مفيش غيره، هو الإعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني عليه ليه؟ ها؟ وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله. ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابه الخليفه استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق وإراء التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره ان هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي. ما وكلتش محامين يدافعوا عني. انا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمه. كريمه مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربان. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم. انا اللي قتلته. خدوا يا ابني من هنا، خدوا على الحبس. أنا اللي قتلتهم. حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم إلى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقلية. أنا قتلتهم وحركتهم. اعدموني. ارحموني من العذاب اللي فيني. ابعت يد الإشارة دي بسرعة. خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبة. تبقى إنه مجنون. تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن. لازم تبقى اخرتهم وحشه. ما دام انت عارفه كده جبتيه عالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ ليه دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عرف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدوليا هديه شوية. مهندس زراعي؟ تبقى تفعص انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. وإيه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض. أنا لمحتك داخل من العنبر قلت ألحقك بفنجان القهوة المتين. أنت أستاذ، قول لي اخبار الحاله اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايك، عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. الدكتور اشرف كشف عليه. رافض يا دكتور انه يكشف عليه ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحى بناديني، عاوز ادردش معاه شويه، افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. Thank you.
اشتكوني. مستنيين لما اقتل مين كمان. هقتل مين كمان. الحق يا دكتور. حسن هيج على الاخر. ايه ده؟ المفروض 3 4 ساعات على الاقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. جهز الإلكتريك تشوك بسرعة بسرعة. يلا أنا عايز أأكد لسعادتك إن مش ممكن يكون قتل ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت إزاي؟ اللي سمعته سعادتك إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى ماسكة في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الأهالي حشوه بالعافية. قعد فترة طويلة قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجأة باع المزرعة وجاء عندي الدار وطلب إن يكفل 3 ولاد وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه، واختفى بعدها وما سمعناش عنه أي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان إيه؟ عشان يسرق صندوق نزور. معقولة ده؟ هنعرف، إحنا لسه بنحقق. طبعاً ديب ديبرسيف، حالة اكتئاب عميقة، بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة 8. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. يا حسن ما تصحصح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. Thank you.
السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد. عايز ايه؟ أباي أنا جاي أطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص. طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا. مرتك كانت عايزة ايه؟ ما عايزاش حاجة. أمال مالك عمال تهرب كده في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا ولد؟ جادي الطريق لا صديق ولا حتى بلت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. آه يا زماني. لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه ان اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تهدى شوية، وانا بنفسي هتصل بيكي. احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمة بتتسبب في فقدان للذاكرة مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. يا ليل ويا دنيا، قفلت كفي عليك يا دنيا وضمنتك، فتحت يدي لقيت الوهم في كفي، أقع وقف واتكفي يا دنيا معرفتك، وكل ما جيت شموعي انت بتطفي. طب يلا قوم فز وروح لعيد، خليه يجي بعد الفجر ياخدنا. ياخدني؟ ياخدنا على فين؟ ندور عليه. بقول لك سرق وقتل يا عم، انا عارف انه دي اخرته، واللي هاجج على طول يا عم لازم يطلع. انت هتعمل اللي اقول لك عليه والله روح انا من سكات. لا يا عم، لا انت تروح ولا تجي، احنا مش عايزين فضايح اكتر من جديد. كل اللي همك الفضايح، ما همكش اخوك بريه ولا لا؟ انا عارف متوكد انه ده هيحصل له يا عم. يا واد يا واد، اخوك طول عمره مع ربنا، اتقي الله في اخوك. يبقى ربنا يتولاه برحمته يا عم. سلام عليكم. غور زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. ايوه يا ابويا، تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تكون انت ومالكش دعوة بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عشان نكتي الكام كمان عشان تعذبوني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيب رقبته، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم، عايزين نقتل كام كمان؟ احنا لغايه دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحله العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص،
هو ما خدش غير جلسه واحده لغايه دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوف. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمه بتتسبب في فقدان للذاكره مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. جبتك يا ابويا تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تكون انت ومالكش دعوة بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عايزين نقتل الكام كمان عشان تعجبوني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيبني سيب رقبته، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم. عايزين نقتل كام كمان عشان تعدموني وتخلصوني؟ اعدموني وخلصوني، اعدموني وخلصوني. الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ حسن الماء متعور. ازاي ده؟ اعدموني وخلصوني. طب خيرك. اعدموني وخلصوني، اعدموني وخلصوني. ايوه زي ما بقول لسعادتك، كان معايا من حوالي الساعه 7، كان راكب من الجيزه وعايز يروح الامام، ورحنا اسم عابدين ومعمول محضر هناك، وفضلنا في القسم بعد الساعة 10، وأنا اللي وصلته المدافن بعد كده، وقبل ما وصلته كانت بقت بعد 11. هو يلف لي يومين ثلاثة ويعاود، يعني هو صغير عمي. Mm-hmm.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا. أشهد أن لا إله إلا الله. الصلاة. أشهد أن محمدا. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر. والعزة والدوام. انت بتدور على حد هنا؟ ايه تعبت يا ولدي، رجلي ورمت من كتر اللفة. كل ما اسأل عليه في جسمي يقولوا لي مش هنا، انت بتدور على ابرة في كوم قش. اسمه ايه يا حاج؟ اسمه حسن، حسن عبد العزيز ابراهيم. ايوه بيقولوا انه قال ايه، انه قاتل، مكتوب في الجورنال كده، قتل وسرق. والله العظيم ثلاثة ما يعرف يقتل فروج حتى. ربنا يخليك. خش ابص لك عليه يا حاج دلوقتي. طب يا بقول لك خلاص يا حاج خلاص. الدواء. سامحني يا عوض، أزيدك وأنت مالك يا الذنب؟ مسامحك، بس خد الدواء عشان تخف وتبقى كويس، ماشي؟ ماشي، هات الدواء. سامحني يا عوض. العسل على الزبادي. هحط لك مربى النهارده. آه يا زمن واهي. كملها البلد والجاموستين بس يا عوض. ها ايه الاخبار؟ فل الفل. ده صاحي حاجه تانية خالص. انا خايف يا دكتور احسن يكون عنده شيزوفرينيا. لا ده بعيد خالص عن الشيزوفرينيا. المهم فطر بالعافيه. لما دق الزبديه ربطت له ايده وسبته. طيب انا رايح له. تعالى معايا. اتفضل سعادة. ايه يا عم حسن؟ ايه مش هتفضفض بقى وتقول كل اللي جواك؟ على فكرة أنا بسمع كويس، ومش عشان أكتب تقرير في حالتك، لأ، أنت حالتك بالنسبة لي واضحة جدا. أنت بتتمتع بكامل قواك العقلية، ويمكن أحسن مني كمان. وبعدين بصراحة بقى، حكاية إن أنت قتلت شيخ الجامع عشان تسرقه دي مش داخلة دماغي. تهيالي كان في حاجة تانية بينكم، هو استفزك
فانت قتلته، ودلوقتي انت مش قادر تتحمل الجريمة اللي انت عملتها فعايز تنتحر. لا، ما هو انت لازم تجاوبني على الاقل عشان اكتب في تقريري انك عاقل وانك تستحق الشنق كمان، مش هو ده اللي انت عاوزه؟ شيخ الجامع اللي انت قتلته استفزك في ايه وخلاك تقتله؟ بلاش كده، هو كان يستحق القتل. الشيخ بكري ده كان ملاك، كان نور ماشي على الارض. طيب مدامه نور وماشي على الارض قتلته ليه؟ طب انت كنت عايزه يتقتل؟ نبهته، قلت له ما صدقنيش. نبهته من ايه؟ مني. هو انت؟ انا نحس على كل اللي بحبهم. يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه او ما يقولش، ويعيني اصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. لا يا دكتورة، اللجنة هتجتمع يوم الخميس الجاي ولازم التقرير يكون معاها. معاك اليوم الاثنين. سلام. ها فعصته؟ مش قوي، في ضلالات سمعيه وبصريه. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شايف نفسه شرير، بيقول انه قتل ناس كتير ولسه هيقتل ناس تانيه لو ما عدموهوش. انت حاطط في اعتبارك انه؟ طبعا بيمثل وعايزنا نمشي وراه في السكه دي. يعني بيطلب الاعدام علشان ياخد البراءة؟ بالعكس، ده هو عايزهم يعدموه فعلا، عاوز يخلص من عذاب الضمير. بس اللي مش مريحني حكاية انه قتل شيخ الجامع عشان يسرق دي. هو التقرير بتاع المباحث ما وردش فيه طبيعة العلاقة اللي كانت بينه وبين شيخ الجامع ده؟ ده هما بالنسبة لهم ريحوا دماغهم، اتقبض عليه متلبس ومعترف بالجريمة وكده تبقى القضية خلصت. حسن، أنا قفلت الباب وهفكك بإيدي. لو أنت بقى عاوز تثبت إنك شرير وتقتلني، أنا هو يا سيدي قدامك، اقتلني. وحكاية الشيطان اللي خلاك تعمل كده دي عادي، ما الشيطان برضه هو اللي خلاني ارجع للسجاير بعد ما بطلتها. عارف انا بطلت السجاير ورجعت لها كام مره؟ اكتر من 10 مرات. انت بقى شيطانك هو اللي خلاك تقتل؟ انا كنت خلاص طلعت. طلعت؟ طلعت من ايه؟ من الدنيا. مت؟ محدش اتمنى الموت زي ما انا ما اتمنيته. سنين طويله بجري وراها، بس ايه الفايده؟ لا حياتي بيدي ولا موتي بيدي. وموت شيخ الجامع كان بايدك؟ موت الشيخ بكري زي كل حاجه حلوه ماتت في دنيتي ومش هترجع. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان. قلت لك يا شيخ بكري انا ملعون، ما صدقتنيش ليه؟ ما صدقتنيش ليه؟ ما
عايز اتحدث ولا عايز اي حاجه. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك عشان يعدموك، ده برضه اسمه انتحار. يعني عايز مصيرك يبقى بايدك مش بايد ربنا، وبكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعملها مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. روق يا ابو علي، روق، وخليني يا سيدي ادلعك شويه. انا هكتب لك على مهدئ دلوقتي علشان تعرف تنام، وبكره ان شاء الله هيكون لينا كلام تاني. انا واثق ان انا هقدر اساعدك، بس عايزك انت كمان تساعدني. انا عايزك تحكي لي كل حاجه عنك، اتفقنا؟ تصبح على خير. اديله هالدور وخلي عينك عليه، انا سايب ايده مفكوكه. ما هو كده ممكن ينتحر ويجيب لنا نصيبه. لو كان يقدر ينتحر كان انتحر من زمان. ما هو يمكن دلوقتي يقدر يا دكتور، وما قدرش يموت روحه هيموتني. مش هيحصل حاجه من دي، بس انت برضو خليك صاحي. وانا هيجيني نوم ازاي الليله دي يا دكتور؟ طب ما نربطه للصبح. عوض، مش هنجادل، اسمع اللي بقول لك عليه. اللي تشوفه يا دكتور. اسمع، الله لا يسيئك، خلي عينك عليه لغايه ما اروح اجيب له الدواء واجي. اوعى تتعتع من هنا. قاعدين معاك يا زمان، بحسبك يا زمان ممكن تراعيني. أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم تراعيني، لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن. أنت ليه متأكد إنه بريء؟ وإنه ما قتلش؟ مع إنك ما تعرفش عنه حاجة، محدش يعرف هو كان عايش إزاي، بس اللي أنا متأكد منه إنه حالة مش سهلة، وإنه محتاج تركيز جامد. ايه اللي واخد عقلك؟ اشرف، حسن ده محيرني يا سيدي. البلد دي مليانه من حسن ده كتير قوي، ما تشغلش دماغك. شوف يا وهبه، ما حدش عارف بلدنا دي بقت ماشيه ازاي. تصبح على خير. سلام. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك علشان يعدموك، ده برضه انتحار. يعني عايز تخلي مصيرك بايدك مش بايد ربنا، وكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعمل كده مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. بتتحدث صح. صح.
نعم يا ماما. انت برضه رايح المستشفى؟ ايوه يا بنتي. انت مش قلتي لي ان الزياره ممنوعه؟ هطمن عليه، يمكن اقدر اعمل حاجه. هتعملي ايه اكتر من المصيبه اللي انت معيشانا فيها؟ كان يوم اسود يوم ما خالك بعد جابه. مش وقته يا مامي الكلام ده، عن اذنك. والله لا اكلم خالك يجي يشوف حل معاكي. ابعتيله عشان يروح للسرايا يقرره، يمكن يعرف منه مكان كنز تاني. هو انكل بيفكر في حاجه غير في الذهب؟ سيبيني يا ماما، سيبيني في اللي انا فيه. ولا في فايده، ولا كان قلت لها اي حاجه اصلا. مش هتجيبها لبره ابدا البنت دي، ربنا يستر. صباح الخير يا حسن. صباح الخير. ها؟ نمت كويس؟ الحمد لله. عاوزين بقى نخلص الفطار وما نزعلش مننا الدكتور وهب. عارف لو خلصت الاكل ده كله الدكتور هيخرجك من هنا وينزلك العنبر وسط زمايلك. يلا. عايز افضل لحالي. هتاكل؟ بعدين. صباح الخير يا ابو علي. ها عامل ايه النهارده؟ ها الحمد لله. الحمد لله. بس انت لسه ما فطرتش. تصدق انا كمان لسه ما فطرتش. ايه رايك نجيب باتنين تلاته جنيه فول وطعميه ونديها؟ يعني هتفطر ولا مش هتفطر؟ نفطر. نفطر. خد يا عوا ورقة بعشرة. ايه؟ هات لنا بقى شوية بتنجان على فول على طعمية على بطاطس على شوية مخلل على عيش من ابو 50 قرش، ده اذا كان لسه بخمسين قرش. يلا روح. انت طيب قوي يا دكتور. ان شاء الله ناس كتير ربنا هيكرمهم على يدك وهتخف وهيدعوا لك. انت ربنا ناعم عليك، هتحس بالناس وقلبك طاهر. بس والله احيانا الاحساس بيبقى نقمه مش نعمه. لانك هتحس بالناس ولا عشان بتتعب لما بتحس بتعب الناس؟ ايوه بتعب قوي، خصوصا لما بكون مش قادر اعمل لهم حاجه، مش قادر اريحهم. ابو علي، وانا هنا عشان انت اللي تحللني؟ انت فاهم غلط. أنا هنا عشان أنا اللي حللك، أنا الدكتور وأنت المريض. ها احكي لي بقى، أنت بقالك قد إيه هتشتغل هنا؟ يعني برضو مش عايز تتكلم. طيب قولي، أنت ومدام ياسمين متجوزين بقالكم قد إيه؟ عايز أطلع من هنا. لا ما هو كده مش هينفع، لازم اللجنة تقول رأيها الأول، وأنا كمان لازم أكتب تقريري، وأنت مش عاوز تساعدني وانا عارف ان انت بريء، واللي عندك ده اكتئاب عميق عنده رغبة انتحارية، وده غالبا ما بيحصل مع الناس اللي بتبقى درجة احساسهم وتفاعلهم مع الاخرين بتكون عالية جدا. يعني زي ما تقولي كده بتبقى مشاعرهم فياضة، اما بيحبوا وبيحبوا بعمق، ولما بيكرهوا بيكرهوا بعمق برضو. اطلاقا النوع اللي زي ده بيتعرض لانتكاسات كتير لأنه ما بيقدرش يتحمل الألم من الناس اللي بيحبهم، وفي الحالة دي يقتل. أقصى حاجة ممكن يعملها إنه يقتل نفسه، ينتحر يعني. أنا متأكد إنه بريء، أنا واثق إنه ما قتلش، وهكتب ده في التقرير اللي أنا هبعته للنيابة. هو لسه بياخد صدمات؟ ما بقاش محتاج لها في الوقت الحالي، بس ممكن الثورات العنيفة ترجع له وأكتر من الأول كمان، عشان كده إحنا محتاجينك تساعدينا. احنا المعلومات اللي عندنا مش كفاية، عايزين نعرف التاريخ المرضي ليه، عايزين نعرف طبيعة علاقته بالناس اللي حواليه، وايه الظروف اللي وصلته للحالة دي. احنا لسه متجوزين من مدة بسيطة، وانا مش هقدر افيدك. هبقى اجي اطمن عليه عن
إذنك. لو سمحت هبص عليه. أمال مراته اللي بتجيله دي إيه؟ والله يا أخي ما أنا عارف، ده أنا بسألها عن أي معلومات عنه ارتبكت وهربت. غريبة، ارتبكت وهربت إزاي؟ ادخل. في واحد عاوز يقابل سعادتك بره يا دكتور. مين ده؟ بيقول إنه قريب حسن. حسن؟ خليه يدخل. اتفضل يا سعادة البيت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سامي الحسيني، مدير دار الرحمة للأيتام، ودول ولاد الباشمهندس حسن. ولاده؟ ده عبد الرحمن وده عبد الله ودي شيماء. الباشمهندس حسن متكفل بيهم، بس الباشمهندس ما شافهمش من 7 سنين وهم نفسهم يشوفوه. ده انا اللي نفسي يشوفها. انتوا كنتوا فين من زمان؟ انتوا جيتولي نجدة من السماء. تشربوا ايه يا حبايبي؟ اجيب لكم عصير؟ تشربوا عصير. لحظة واحدة. عوض هات لنا 4 عصير بسرعة وحضروا للزيارة. حاضر. يا أهلا يا حبايبي، يا أهلا وسهلا. أبو علي، أبو علي، في ناس حبايبك قوي جايين يزوروك. قوم، مش عايز تعرف هما مين؟ عموما أنا مش هقولك، أنا هخليها لك مفاجأة. يلا بس كده قوم اتشطف وغير هدومك، ما يصحش يشوفوك بالشكل ده يا راجل. يلا يا ابو علي يلا. بصوا بقى، بابا تعبان واحنا كنا مانعين عنه الزياره، بس انتوا بقى هتساعدوني صح؟ صح. مش انتوا عايزين بابا يخف؟ ايوه. عايزكم تلعبوا معاه وتضحكوه، عايزكم كمان تاكلوه. تعرفوا تاكلوه؟ ايوه. انا هسيبكم بس انتوا اللي تقعدوا معاه، مش عاوزه يشوف حد غيركم. اقعد هنا في القعده الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك. عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم توحشتكم. هنا في القعدة الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك. Thank you.
عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم توحشتكم. أظن ما كناش نحلم بأكتر من كده يا دكتور. الحقيقة البركة في أستاذ سامي، هو اللي جاب له الدواء. الباشمهندس أفضله علينا كلنا. نسيب بقى الولاد مع الباشمهندس وتيجي تحكي لنا إيه الحكاية. اتفضل من هنا. اتفضل. طيب. طمنتي على المجرم بتاعك؟ خلف مش مجرم، خلف اتجوزني مش عشان طمع فيا، اتجوزني عشان عارف ان هو ده الحل الوحيد اللي هيخرجني من اللي انا كنت فيه. وبعد ما خفيت طلقني وساب لي ملايين. مين غيره يعمل اللي هو عمله؟ انت عارفه ايه مشكله خلف؟ انه انسان بجد وعنده قلب. خلف اتحطم خالص يا ماما، اتحطم وانا مش عارفه اعمل له اي حاجه. الدكتور النهارده بيسالني بيقول لي تعرفي عنه ايه؟ ما لقيتش حاجه اقولها. هقول له ايه؟ اني كل اللي اعرفه عنه انه بيخرج الذهب المستخبي جوه الارض، ولا ان هو لما حب اختفي من طمعنا خالص جرينا وراه، هدينا البيت اللي بناه وموتنا الانسانة اللي بيحبها. واحنا مالنا؟ هاني هو اللي عمل كده. يفرق ايه هاني عن اللي انا كنت عايز اعمله؟ انا كل اللي كنت بفكر فيه ان انا ازاي اوصله. أنا ما بفكرش غير فيه، ما بشوفش غير صورته وهو قدام عينيا بيبتسم لي. أنا بحبه يا ماما. ليك يا عم ساعة هنا في الجنينة براحتك، محدش قدك. أهو برضه أحسن من حبسة الأوضة. أنت تقعد هنا كده معزز مكرم، واني بس هقضي مشاوير ساعة زمن وهرجع لك صور. ايوه كده. السلام عليكم. مع السلامة. عمي جاد، لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يديك طول العمر. حسيت انك هنا دلوك. اللي جاب ايه اللي جابني ده كلام؟ ليه مالكاش ناس؟ واخوي عارف انك جايني؟ ليه ظروف يا ولدي كده يا حسن؟
أقوم أنده عليك في الفجر ألقاك مشيت زي عوايدك، خليك مدوخني وراك لحد ما تخلص علي من الزغف عليك. ليه كده يا ولد؟ جيت لي قدر اللي أنا فيه. مين دلك على مطرحي؟ ولد نوسة قابل أخوك وقال له إنه قرا اسمك في الجورنال وإنك قتلت شيخ جامع عشان تسرق صندوق النذور. دوختني وراك في المراكز والمحاكم لحد ما عرفت مطرحك. روح يا عمي وسيبها للخالق. افتح قلبك لعمك يا ولدي وقول الحقيقة. قلت الحقيقة؟ أنا حقيقة؟ أنت تسرق وتقتل ما دخلاش دماغي دي. لو عايز نطلع من هنا عاود البلد. هعاود لاني عارفك، بس المره دي ترجع وتقعد في وسط ناسك. كفايه يا حسن، كفايه يا ولدي. الإفادة اللي جت من الاسم اللي بتأكد شهادة السواق، وده تقرير رفع البصمات اللي بيأكد وجود بصمات تانية على السكينة اللي ارتكبت بيها الجريمة. ده غير شهادة مدير دار الأيتام، يعني ما كانش موجود ساعة ارتكاب الجريمة. يعني براءة سعادتك. ولازم القضية دي تتقفل بسرعة، وهي في ملعبك دلوقتي يا محمود. ازاي الحال؟ شوف بقى، انا عرفت عنك حاجات كتير وكلها بتقول ان انت راجل طيب. وبعدين انت لا قتلت شيخ الجامع ولا حرضت على قتله. اي حد كان هيقتله، مش مهم مين. انت مش قلت لي انه نور ملاك ماشي على الارض؟ ايوه الله يرحمه. طب يتقتل ليه؟ أنا نبهته، قلت له مالوش صالح بيه، قلت له أنا اللي قتلت مرتي وعيالي. بس اللي أنا عرفته إنهم ماتوا بسبب الحريق، وإنت ساعتها كنت بعيد عن الحريق. شفتهم والنار جايدة فيه، ما لحقتهمش. بس ده مش معناه إن أنت اللي تسببت في قتلهم. واسمه إيه الواد ده يا أستاذ صابر؟ اسمه فيش يا باشا. هو فين دلوقتي؟ موجود في الطرق عند المقام اللي اتقتل جنبه الشيخ باكر. طب حضر الرجالة وسبقنا على البوكس. يا عشوة حلوة دي يا أستاذ صابر. أنت ألف خيرك يا باشا. يلا. كرس يالا. عايزكم تعلموا الأدب كلكم. طب يا عرجات اسمك يا اسمك يا عبد الدايخ اسمك يا انت اهو محمود باشا منور يا بيه فيش ازيك يا محمود بيه انت هتصاحبنا يا رحمك الله لو في ايه يا باشا في ايه ما عملتش حاجه انت هتخلص خالص يالا ما عملتش حاجه يا باشا كل اللي عندي على البوكس تعال فين الفلوس يا فلوس ايه يا باشا تعبط هتستعبط اخليهم ينفخوك ويعملوا فيك كل اللي انت عارفه ها بسماتك على الماطه اللي قتلت بيها الشيخ بكر يالا ما قتلتوش يا باشا فين الفلوس يا روح امك
دفنهم هنا يا باشا. يا حبيبي هاتهم يلا. اخلص يلا. اخلص. تعال. تعال. بتقتل الراجل عشان الهباب اللي بتدفعه بيها. الكلب. ما تقتلوش يا باشا. انت هتخلص يلا ولا خليهم يسووك. هات الفلوس يلا. اخلص. هات قصادك. اسمك بالكامل؟ اشرف محمد قاسم. علاقتك ايه بالمجني علي؟ جيران يا باشا، كنت بقضي له مصالح اكملني يعني عندي عربيه. قتلت المجني علي ليه؟ ما قتلتوش يا باشا. المطوه دي بتاعتك؟ ولا اعرفها يا باشا. دي عليها بصماتك يا فيشه. ضربوني يا بيه، عذبوني، الضابط سحلني وخد بصماتي حطها على السكينه يا بيه. انا كنت عايز اهوشه بس هو اللي مسك فيا وحط السكينة في بطنه. قتلته يا بيه. جعان مش لاقي اكل. لا انا ولا عيالي. نعمل ايه يعني؟ نموت من الجوع. بقول لك خبطوا على خالي وجوزي خلاص خد براءة. انا كنت متأكدة. ميرسي يا متر. ميرسي. طب هو دلوقتي يقدر يخرج من المستشفى؟ طبعا حسب مرحلة تسمع والدكاترة هم اللي هيقرروا. متشكرة قوي قوي. أنا حابة أتصل بيك. باي. مش قلتلك قبضوا على القاتل الحقيقي وأفرجوا عن خلف. كسبنا إيه؟ هيخرج من النيابة هيفضل في مستشفى المجانين. يفضل ده إيه؟ أنا هخرجه من المستشفى. إيه؟ تخرجيه؟ تخرجيه ليه؟ وتوديه على فين؟ هو إيه اللي فين؟ هجيبه هنا. ده مين ده اللي هيجي على هنا؟ ده لا يمكن يحصل أبدا. عايزة تتجنني؟ اتجنني بعيد عني. فاهمة ولا مش فاهمة؟ إذا كنتش عايزة جوزك يروح يتنيلي بيه بعيد عن هنا خالص. أوكي هشوف مكان بعيد عنك. ياسمين انتي بتضيعي نفسك يا بنتي. بتدفني روحك بالحياة. أدفن روحي؟ ده كل اللي أنا خايفة منه إن هو اللي يرفض. عين يا عين يا عز على المجروح يقول مجروح يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش ويعيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهنش. يا أبو علي إيه؟ فرحان بالبراءة ولا زعلان عشان خطتك في الانتحار فشلت؟ أنا طبعاً كنت متأكد إن أنت بريء. وعلى فكرة أنت لو تحب تخرج ممكن تخرج، وإن كنت بفضل إن أنت تقعد معانا فترة. هسيبك بقى تستمتع بالجو الجميل ده. الله ده أولادك جم هناك أهم. هسيبك معاهم دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. اتوحشتكم قوي. معلش اصلك ما تعرفش هما متعلقين بيه قد ايه. لا ابدا ولا حاجه. ده هما دول اللي هيخلوه يتشعلق في الدنيا. خد راحتك. شكرا. الف 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 مبروك على البراءه. متشكره قوي يا دكتور. هما مين الولاد اللي معاه دول؟ دول ولاده. ولاده؟ ازاي يعني؟ ولاده اللي تكفل بيهم. هو ما حكلكيش عنهم قبل كده؟ لا. تسمح بدقيقة في مكتبك؟ أوي أوي. اتفضل.
مش انت غفيت؟ تعال بقى معانا ان شاء الله. الف مبروك البراءة يا باشمهندس. لو سمحت يا دكتور انا عايز اخرجه. تخرجي؟ لا مش هينفع يا مدام. لا ينفع، يرجع البيت، فيها مشكلة. هو لسه في مرحلة الخطر، ممكن يحصل له انتكاسة فجائية ويرجع أصعب من الأول. هيتابع مع أكبر دكاترة متخصصين أو مع حضرتك، ولو ممكن يجي لك العيادة. أنا ما عنديش عيادة خاصة، أنا هنا وبس. وياريت حضرتك تقتنع بكلامي وتسيبيه معانا فترة لحد حالته ما تستقر. هنا يمكن المريض ما يلاقيش الرفاهية اللي ممكن يلاقيها في أي مكان برا، بس صدقيني هنا في دكاترة على مستوى عالي جدا. من التخصص يا دكتور؟ قبل التخصص والرفاهية الإنسانية، إنه يلاقي حد يهتم بيه بصدق. هتقدري حضرتك توفري له ده؟ أنا واثقة إن هقدر أوفرها له، ولو حضرتك حبيت تزوره هكون شاكرة ليك، بس أنا مش هقدر أسيبه. ما دمتي مصرة مفيش مانع. بعد إذنك يا دكتور أشرف جهز لي أوراقه لو سمحت. أوكي يا دكتور. هبعت لك ليمون ولا قهوة؟ ميرسي يا دكتور. دكتور حضرتك هتتأخر؟ نص ساعة بالكتير، هبعت لك قهوة. يلا يلا حبيبي روح العبوا. فاكر لما جيت لك اول مره قلت لك ليا طلب واحد؟ ما هو ما كانش ينفع اشوفك في محنه زي دي ومجيش، والولاد هم كمان حقهم يشوفوك. اعمل معروف ما تجيبهمش تاني ولا انت تاجي. انا ما طلبتش منك غير انهم ما يعرفونيش وما يسالوش عني. انت كده هتزود همي. همك ليه يا باشمهندس؟ ده انت متعلق بيهم وهم كمان، دول من ساعه ما شافوك بقوا حاجه تانية خالص. ما اقدرش اتعلق بحد، ما اقدرش. اعمل معروف تعمل اللي اقول لك عليه. حاضر. يلا يا اولاد. المره الجايه هتروح معانا، ولا اقول لك خدنا نعيش معاك عندك في البيت؟ احنا والله ما بنعملش دوشه، وكمان بنعرف نغسل هدومنا. وانا بعرف اكنس. بحبك قوي يا بابا. وانا احبكم قوي قوي قوي. خلاص احنا هنفضل هنا معاك لحد ما تخف. ايوه احنا مش هنسيبك، تعالى معانا يا بابا. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتزعلوا بابا منكم، هو اول ما هيخف هيجي لنا على طول. انا عيان ولازم افضل هنا اكمل علاجي. لا انت مش عيان. ايوه انت مش عيان، انت مش بتحبنا. خدنا والنبي معاك يا بابا، واحنا نعمل لك كل حاجه انت عاوزها. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتخلونا اندم ان انا جبتكم. يلا سيبوا بابا عشان يرتاح. يلا بوسوا بابا، وهو اول ما هيخف هيجي لنا. بجد يا بابا هتجي لنا؟ ان شاء الله. وعد؟ ان شاء الله. هيجي حالا. يا
عد فلوسك يا حسن، احسن تكون راحت كده ولا كده في السكة. مش مهم. المدام مصرة انك تخرج، انا حاولت اقنعها ان انت تفضل معايا. انا كمان عايز اطلع. بس انت لازم تكمل علاجك. اعمل معروف، عايز اطلع. حسن انت لسه محتاج للمتابعة، انت عندك حالة اكتئاب شديدة ممكن تدفعك للانتحار. معلش عايز اطلع من هنا. ابو علي انت مش بتقول عليا دكتور شاطر، اديني فرصة عالجك. وعلى فكرة انت لو اصريت ان انت تكمل علاجك ده قرارك انت مش قرار المدام. ده قراري ان امشي من هنا. انت مش عاوز تكمل علاجك، عاوز تكمل هروبك من نفسك، وده خطر عليك وحتى على اولادك. انت ما بقتش عاوز تشوفهم، مش عاوز تعذب روحك بيهم. ما عاوزش حد يتأذي بسببي، ما تعرفش حاجة. اديني فرصة اعرف واساعدك. ما عاوزش حد يساعدني. انت مش عاوز تخف، انت عاوز تجلد نفسك على حاجة انت مالكش ذنب فيها. مش لاقي رد، مش كده؟ عشان عارف ان انا بتكلم صح. صح. يبقى تفضل معايا. اعمل معروف، عايز اطلع. ماشي يا حسن، وانا هسيبك تخرج. وصدقني انا هرحب بيك في اي وقت. حضرتك هتمضي على اقرار انه خارج على مسؤوليتك الكامله، وبمعرفتك انه عنده ميول انتحاريه وانه ما زال تحت العلاج. كده هو تحت مسؤوليتك الكامله. ايوه عارف. وحشتيني يا خلف، بجد وحشتيني. هو انت لسه زعلان مني؟ على فكرة انت هتخرج من هنا معايا مع مراتك. خلف انا هفضل جنبك لحد ما تخف وترجع زي الاول. هو انت مش قعدت جنبي لحد ما خفيت؟ أنا كمان هقعد جنبك لحد ما تخف. خلف أنا بحبك، أنا هفضل جنبك لحد ما تخف. أنا وإنت هنعيش لوحدنا بعيد عن كل الناس. خلاص ما بقتش عايزة في الدنيا غيرك. إنت عارف يا خلف أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا بحب بالشكل ده. طب أقول لك على خبر يخليك تطير من الفرحة؟ انسيني يا بنت الناس. خلف! يا خلف استنى! كملي طريقك لحالك! خلف! يا خلف! كملي طريقك لحالك! ياسمين ما تخافيش، هو اللي مرضيش يجي معايا هرب في 60 داهية تاخده. مين ده اللي انت مجننه نفسك عليه؟ ارجوك يا ماما يا رب تخلصنا منه بحق جه حبيبك النبي محمد يوصف عمره وارتاح من السرايا دي. طيب يا ماما كتر الف خيرك. مالك يا ياسمين؟ في ايه يا بنتي؟
عماله تهري وتنكتشي في نفسك كده ليه؟ مفيش. سيبيني يا ماما، انتي ما تعرفيش حاجه. ما اعرفش حاجه؟ ايه اللي ما اعرفوش يا بنتي؟ لا يا ماما ما تشغليش بالك، انسي الحكايه دي. يا رب يا بنتي نكون خلصنا من الموضوع ده يا رب. اللي خربان عشان حبيت خلف. هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. لدرجاتي؟ واكتر من درجاتي. انا كل اللي بتمناه ان اشيل عنه هم واخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومه. يا بنتي انتي مش قلتيله انك روحتيله ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ ايه يا سنين؟ تفضلي قاعده في اوضتك كده؟ سيبيني لو سمحتي يا ماما. لا طبعا مش هسيب، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان. عشان حبيت خلف؟ هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. لدرجاتي؟ واكتر من درجاتي. انا كل اللي بتمناه ان اشيل عنه هم واخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومه. يا بنتي انتي مش قلتيله انك روحتيله ومرضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟
ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ حامل ازاي؟ ومن امتى؟ الحمل ده لازم ينزل فورا. مش هيحصل ابدا. ده هو ده اللي هيرجع لي خلف. يا دي المصيبه السودا، يا دي الكارثه. يقطع خلف وسنين خلف. هتروحي تقولي لابنك في يوم من الايام ايه لما يسال على ابوه؟ مكذوب جاي يطلع الجن. امجنني زياده ولا هتقولي له دور على ابوك في الموالد؟ كل اللي بتقوليه ده مش هيغير حاجه. خلف هيرجع وهيشتغل مهندس زي زمان، وابنه هو اللي هيرجعه. وفرجي ما رجعش وفضل هايم على وشه، ساعتها هتعملي ايه؟ هدور عليه في الدنيا كلها عشان يرجع ونربي ابننا. لا البنت دي هتجنني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هترجع يا خلف، مش كده؟ هات يا اخوي. هات يا عم. ايه ده؟ انا قلت لها سكر بره يا صباح. يا شيماء، هو قالك السكر بره؟ لا ما قاليش. خلاص اعملي واحد غيره وحطي السكر بره. ماشي. ده ليه؟ ما تقوم تلقط رزقك زي بقية الناس، ولا مستني حد يحط لك الماما في بقك؟ هاتيلي كوباية شاي يا صباح. الله، كوباية شاي. يعني طلعت بتعرف تتكلم زي بقية المخاليق اهو. ولا انا اللي فاكراها هربانة منك؟ وهجيب منين يا اخويا حق كوباية الشاي وانت اجيلك شهر قاعد متبط هنا؟ ولا تكونش ست حتة بخمسين وراقد عليها كل المدة دي؟ مر منك. طب يا اخويا طالما معاك الفلوس دي ما تقوم تجيب لروحك كده رغيف سمين تبر روحك بيه بدل كوباية الشاي اللي توجع البطن. كوباية شاي لشوقك. وافك بقى واجيب الباقي ولا خليها معايا؟ خليها معاكي. كل يوم تجيبي لي كوبايه شاي، واما تخلص اديكي غيرها. غيرها؟ تجيب لي غيرها منين يا اخويا وانت مستلوح كده؟ تكونش السما بتنطر عليك فلوس؟ طب انزح بقى، انزح، خدني جنبك يمكن تنطر عليا انا كمان فلوس. ايه المصايب السودا دي؟ لا بقى، ده انت عايش في الدور. بس على مين؟ طيب يا بتاع الطيب، يا فرج الله، يا نور النبي. مالك يا أمّا في إيه؟ هيكون مالي، حتة الخرقة اللي قاعدة هناك جنب الحيط دي، قال إيه؟ بيطلع لي حتة صحيحة بخمسين من جيبه وكمان مش عايز الباقي. أنهو ده؟ المتلقح هناك جنب الحيطة ده، قاعد يسبح،
اقول له قوم في زباين جايين، خد لك رغيف يمكن تطلع لك ببريزه يتنك ويل وبوزه. طب وده شغال منه الحال ولا وراه حد؟ وده حد يعرف له، اهو من ساعه المولد وهو متلقح جنب الحيط ما بيتحركش الا الميضه وساعه الصاله. لا والاكاده ايه يا واد، انساب مطرحه ان شاء الله بالساعات محدش يهوي بمكانه. طب وايه مش عايز رغيف؟ طيب قلت له اخويا، قلت له لو ابوزه في وشي وحياه امه، ما هو ده الشاي بتاعي ومرجع له الفلوس بتاعته. بس 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 انت مالك طايحه كده ليه النهارده؟ استهدي بالله، لو للراجل كوبايه الشاي بدل ما يميل على حد غيرك. طب اقطع دراعي من هنا، اما كان مقشط الزباين ليله المولد ودفن اللي قشطه. احنا نقتله على قرشه، بس الاول نعرف هو مخبي فين. يخرب بيتك، ده انت ينفت لك بلال، انت واد بتدور على الشر بمنكش. واحد زي ده يعني يوم ما يمسك فلوس هيمسك ايه؟ قاستك ولا اتنين نقوم نقتله؟ واقتله ليه؟ انا بس هقلبه في القرشين اللي معاه وهعلم عليه وبعد كده خلاص تيتو راحت لستيتر. طب يلا يا اخويا امشي روح عند عربيتك، والحلال كان نافع لما الحرام هينفع. يلا يا بيت هاتي. اتفضل يا بارك، وادي السكر على جنب، وادي الباقي كمان. ماله ده؟ بقولك ايه يا اخويا، هو انت ما بترجعش بلدكوا ليه ما دام انت متنك علينا قوي كده؟ هو انت منين؟ إلهي تنشل في لسانك ما توعى تنطق طول عمرك. حسيبك النبي يا رب تخلصنا منهم بقدرة قادر. ده ايه النصايب دي؟ صباح. ها هو ببيت مطرحه؟ هو مين؟ ابو خمسين. إلهي نما يقول. يلا يا شيمو، خد يا عم خد دي من ايدي. الصابونة، هو أنا مش قايلة لك تفكريني بالصابونة؟ هنستحمى بإيه ونغسل هدومنا بإيه دلوقتي؟ هو لازم بكرة يعني؟ لا نروح المستشفى بعبالنا. مستشفى تاني؟ معلش يمكن ربنا عطرنا في دكتور ابن حلال يشوفك ويركب لك جهاز. مش عايزة. ليه بس؟ طب خدي اللقمة دي من إيدي، خدي حبيبة أمك، خدي يامة. انت مش عايزه تقفي على حيلك وتمشي زي العيال اللي شفتيهم هناك؟ ما دكتور قال ما ينفعش، عمي مش هيستحمل. اعوذ بالله من ده دكتور. تعالي تعالي يا قلب امك. يلا يلا تعالي نامي، يلا وارتاحي. نامي انت بقى وانا هطلع بره اشوف الصابونه دي وارجع لك. يلا. لا ما تبعديش يا بنت، ما تخافيش مش هبعد، هطلع يمكن الاقي متولي بره ولا حاجه، اخلي يجيب لي الصابونه وارجع على طول. يلا.
رب ترزقني بالخمسين جنيه ومعرفش اجيب صابونة. عارفة بس كان ايه اللي نساني؟ ان هلاقي مين في ساعة زي دي بس ينجدني. اعمل ايه يا اختي؟ زينهم طلبني فطوره بقطاع. يلا يا ولاد خدوا ابوكوا وخشوا جوه. وحشتيني يا بت. اخس عليكي كده تسيبيني للبيت تبطل لوحدي؟ ده البيت شيماء من ساعه ما خدتي عيالك ومشيتي والخوف راكبها لازق فيا ليل ونهار. اهو بقى اعمل ايه في الراجل الوسخ اللي انا اتجوزته؟ انا طول النهار تعبانه وشقيانه وهو كل اللي على باله بس الزفت اللي بيتعطاه طول الليل. الا قولي لي شيماء عامله ايه دلوقتي؟ كنت هاخدها بكره انا والبت بطه ونروح المستشفى، بطل ما لقيتش صابونه، قلت اخرج بره دلوقتي ادور على حد يساعدني. هخش اشوف لك، لو لقيت لك هبقى اجيب لك. تصبحي على خير. وانت من اهله يا ان شاء الله هتروحي المدرسه، هتروحي وهتبقي الالفه كمان. انا سبت الدنيا كلها يا شيم وجيت هنا جوزت الست عشانك. انت عارفه يا شيمو كان في واحده ست عايشه جارت الستنه نفيسه، وكان عندها بنت زي كده بالظبط. مره سابتها لها وخرجت تقضي مشوار. ستنا نفيسة قامت تتوضى وتصلي، وربنا ألهمها تاخد مية الهدوء وتمسح بيها على رجل البنت. البنت ببركة ربنا رجليها خفت ومشت على رجليها. خلاص نروح للسيدة نفيسة وبلاش المستشفى. احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، وربنا هيكرمنا اخر كرم ان شاء الله. يلا البسي. صباح. عاجبك كده؟ ادينا اتاخرنا. يلا يا صباح. جايه اهو يا بطة. اتاخرتي كده ليه يا اختي؟ خلاص اهو. مدي بقى هتأخريني على المدام. يا اختي ان كنتي متأخرة مدي انتي وشوفي حالك. وده كلام برضو، ما هو المشوار واحد. يوه قولي بس ان شاء الله مشواركم يطلع بفايدة. والنبي تدعي لنا. والنبي يا بطة. بركاتك يا ام العجايز. ما
استغفر الله العظيم يا ست. الدخول بالدور، كل واحد بالدور، هدخلكم بالدور. يلا اتفضلي يا ست، انتوا هنا على مكانكم. استغفر الله العظيم. شوية على الغلابة، ما كنتش يعني قادر تساعد. الكلمة الحلوة بتساعد برضه. لا تهنيلة، ايه يا زميل لسه ما صبحتش؟ لا يابا لسه ما صبحناش. معاك حاجة؟ منين يا عم ناشفة؟ ده انا جايب حق البضاعة بالعافية. بس ايه، امبارح كنت هتحكم على حته عتمه حلوه قوي، كانت هتزقنا زقه. ده زين دارت ولا ايه؟ بصراحه شوف معاك يا شيخ، يمكن نطلع باي مصلحه. يا عم انت مالكش في العوق. عوق ايه؟ ده واد شحات شاتو رائد على باكو ولا اكتر. ده مقبج البنت صباح امبارح 50 بلبل في كوبايه شاي واحده. يخص مين ده؟ ده لسه لحاله، انا سالت. ازاي تسيب البنت لحد ما توصل للحاله دي؟ انا ما سبتهاش يا دكتور، ونعمة الشريفه ما سبتها. ده انا بقالي 4 سنين دايخه بيها في كل حته، حتى اسالها. اسال مين؟ انا اسالك انت، علشان اركب لها جهاز كان لازم تيجي قبل ما عظمها يبقى عجينه كده. ده انت ست. انا ايه بس يا دكتور؟ انا ايه؟ والنبي يا دكتور تساعدني، نوبك فيا سواب تركب لها جهاز. يركب فين؟ بنتك ما بقاش عندها عظم. يلا سيب تاخد البنت واتكل على الله، مش هنقدر نعمل لها اي حاجه. دخل الحاله اللي بعدها. ربنا كبير يا دكتور، ربنا كبير. أنا ما قصرت معاكي في حاجة، وربنا شاهد. يا رب يا رب أنت الشاهد يا رب. جريت بيكي في كل حتة، وديتك الصحة، قالوا لي ما فيكيش حاجة وبتاخدي تطعيماتك في مواعيدها. طب أعمل إيه تاني؟ أعمل إيه؟ ده أنا كنت جايبالك كراسة مخصوص بكتبلك فيها مواعيد التطعيمات عشان ما أنساش. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل ايه؟ انت القوي عليهم يا رب. روحوا من كل الله يا بعض، من كل الله. يلا يا بنتي يلا يلا. اعمل لك رغيف تبر بيه نفسك. مش عايز. مش عايز؟ مش عايز ايه يا عم؟ ماليش نفس. وانا اقول لك هات يا منو، كل كل. الراجل اللي انت قلت عليه فين؟ في ليه بيصلي جوه؟ عايش الدور قوي بروح امه، فاكرها هتخش علينا. طب ما تشوف. مش عايز ودي اخوانا. اخوانا؟ طيب. خليك حضرتك هاني وانا افرق. لا لا لا،
أنا لازم أفرق. تعالى خد لنا رغيفين بدل الشغط اللي احنا قاعدين نعضعض فيه ده. اوعى اوعى يا حاج اوعى يا حاج يا مدام. انت اللي جاي لك يا ست الكل. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا ست الكل. الله يبارك لك. يا عم هناخد واحد للست. مالك فيه؟ احسبوه الله. حط واحد هنا بقى عشان البت الصغيره. البت الصغيره. البت الصغيره. الله يسلمك يا حسن. الله يبارك يابا. وعرابة ايدك يابا. وحاط ربنا عشان البت. بص انا على رياحك من الكيسه دي. انا هفرق. انا هفرق. خلاص هنفرق. قلنا هنفرق. كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقائها وانزعج حتى إذا يئست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. يا بنت بنت النبي وحياة جدك المصطفى عليه الصلاة والسلام تقفي جنبي وجنب ابني تولوه وخدوا عقله يا ستنا يا مباركة. وحياتك يا ستنا عمره ما سفرت والمصحف دايما على عينيه خطفوا أهل الأرض. يرضيكي يرضيكي يا ستنا. ولدك ان شاء الله هيخف. ادعي له ادعي له ربنا يشفيه. روحي دار ايتام وتكفلي بولدين وبنت. استغفر الله وان شاء الله ربنا هيكتب له الشفاء. هتكفل بس ابني هيخف. كله بامره. ادعي له وعشان خاطر شهاب تاخدهم. عشان خاطر الشهاب. استغفر الله. معاكي نابت؟ كان معايا لحمه وخلصت بس اجيب لك. الجمعه الجايه تجيبي لي رغيف نابت بس تجري سوره الاخلاص على قد ما تقدري تجريها بقلبك. حاضر هقراها. كتر الف خيرك. هاجي الجمعه الجايه ومعايا النابت. يا رب يا رب يا رب. ايه مالك جاي مش قادره تاخدي نفسك كده ليه؟ امسكي امسكي. دي لحمه جاموسي من الغاليه. واحده ست متريشه على الاخر بتفرق اللحمه كانها بتفرق نابه. اللي خد ثلاثه واللي خد خمسه قالوا الواد زينهم زاحبنا وخدنا ست رغيفه. مش عاوزه. ادي شيماء. يعني ايه مش عاوز؟ يعني مش عاوزه. يا صباح مالك معفره ومكفره على الصبح كده ليه؟ مالي في عبي. ما حدش له دعوه بيا النهارده. انا جايبه اخر اخر. الله 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 الله. ايه يا بنت في ايه مالك على الصبح؟ في ايه؟ سيبها ايه هتروح دلوقتي؟ خد يا شيماء خدي كل انت وهي بعد شويه تروق وتاكل. <تصفيق>
انت راجل حلنجي بشكل، خليت الولية هي اللي تتحايل عليك عشان تديك فلوسها؟ اللي بتفك ايه؟ ده يخشك في ايه؟ ما تقول يا عم وانا اسمك فيهم. انت حتة راجل. ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكوا، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاهم. انا هشور عليه بات في مطرح الليله دي، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ ايه نويتوا تقلبوه امتى؟ ايه نقلب مين؟ الليله. وانا معاكوا، انا شايفاه بياخد فلوس قد كده من الولايه اللي قلتوا عليها بتوزع اللحم. طب افرضوا بقى بعد ما قلبناه طلعت الفلوس دي دفنها في اي حته، ادفنوا معاهم. انا هشور عليه بات في مطرح الليله دي، وانتوا بقى شوفوا هتعملوا معاه ايه. الشاي مش عاجب ولا ايه؟ انت امبارح حتى ما دقتوش. دكتور ما عجبنيش. ليه؟ ناقص شاي ولا ناقص سكر؟ ناقص الرضا. رضا؟ ونحطه لك ازاي بقى الرضا ده في الشاي؟ انت حكايتك ايه بالظبط وعايز ايه؟ اللي عايزه قلته. الخمسين جنيه بتاعتك بكره ولا بعده تبقى عندك. عندك بياتة ليا؟ بياتة عندي، تقدر تدفع؟ أدفع. الليلة ب30. موافق. و60 تأمين. موافق. ماشي. هعمل لك الشاي بالرضا. اما ده حته راجل. في ايه كل ده؟ عوقت ليه؟ ايه اللي حصل؟
الراجل ده مش سهل. ليه؟ ظهر منه حاجة؟ جيت اجرجره ولقيته هو اللي بيجرجرني. قالك ايه؟ طلب مني اشوف له بياتا. قصده؟ ما تعرفلوش قصد، بس شكله دفيان قوي وعامله. شو قلتلكم؟ وده هنخليه يبرز الفلوس اللي معاه ازاي؟ تعملوا اللي تعملوه، انما قالتلي لا. متولي، انا بقول لك اهو قالتلي لا. ويديني النبي الراجل ده لو جرى له حاجه لا اكون مبلغ عنكم الحكومه. وانت بقى من انهي بلد؟ شكل لغوتك صعيدي. ايوه. خد سيجاره. ما نتكيفش منه. معاك حاجه؟ حاجتين. ولا اعرف سكته. انا اعرف. عشرين جنيه كفايه؟ 20 جنيه يا ابن والدي، دي ما تجيبش سلخ. طيب. تسلم يدك. وصباح تستنى على فلوسها لبكره. وماله تستنى، احنا خلاص بقينا اهل. حضر انتوا بس القعده لحد ما ناكل. فريرة. اللي قلت لي اسم الكريم ايه؟ خلف. خلف الله. يا صباح، مش هتاجي تاكل معانا؟ تسمع الكلمتين دول وتربط عليهم، عقلك يكون قالك ان صباح ليها في الخبص ولا احنا لا مؤاخذه يعني. الوكل ماله، مال الكلام اللي ملهوش لازمه ده. احنا في العيش والملح. العيش والملح والجيره. الديره. الديره. صدق عندك حق، انا هروح عند الاله تيجي تاكل معانا. بركاتك يا شيخ خلف.
عارف انا اتجوزت ابو شيماء شهرين وحبلت. الدكتور قال لي نامي على ظهرك وطلب منه ما يقربليش. طفش، فضلت مرميه عند امي لحد ما جبت البيت وحصل لها اللي حصل. جي شاف رجليها وطلقني. كرهت الرجاله كلها. لكن انت لا، انا كنت عايزه اموتك بس حبيتك، ما كنتش عايزه احبك بس انا بحبك. انت عملت فيا ايه؟ أنا عمري ما حسيت كده. يلا يلا أوصلك. تعالي تعالي. أنت فيك إيه؟ تعالي بس. تعالى هنا. لا بلاش هنا، البت نايمة هنا. تعالى في الأوضة التانية. هو أنا اللي دايخة ولا أنت اللي دايخ؟ معلش معلش. هي دي الأوضة. Thank you.